إعراب ركني الإضافة. أبو الحلول، تعال وألقي نظرة على التعليقات التي تركها لك المشاهدون. جميعهم أحبوا ظهورك في الفلوج الأخير. هنالك أيضاً الكثير من الأسئلة التي تخص اللغة العربية. ما رأيك أن نختار تعليقاً عشوائياً لتجيب عنه في فلوج اليوم؟ أنا سعيد بأنهم أحبوني، بالطبع سأجيبهم. هيا بنا إذن، سأحضر الكاميرا بينما يختار الحاسوب تعليقاً لتجيب عنه. حسناً، هيا بنا. السؤال من متابعتنا ريما هو: عندما أقرأ قصتي كل ليلة ألاحظ بأن هناك أسماء مجرورة غير مسبوقة بحرف جر، فوددت أن أتعرف ما سبب جر هذه الكلمات وما الفائدة التي نحصل عليها من إضافتها. يا له من سؤال جميل. هل تراك تستطيع أن تخمن الموضوع الذي يدور حوله السؤال؟ بصراحة لقد احترت أنا أيضا. الموضوع الذي يدور حوله السؤال هو التركيب الإضافي، ويتكون من اسمين. يسمى الأول المضاف ويكون اسما نكرة دائما، ويسمى الثاني المضاف إليه، ويمكن أن يكون اسما نكرة أو اسما معرفة. فمثلا نقول: ركب الطفل سيارة الإسعاف. السيارة تكون هي المضاف، الإسعاف المضاف إليه. ولكن ماذا تعني بالنكرة والمعرفة؟ يقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. الاسم النكرة وهو اسم يدل على شيء غير معين يأتي في الفرد منونا كمعلم، ومنتهيا بنون عند الجمع والتثنية مثل معلمون أو معلمان. أما الاسم المعرفة فهو ما يدل على شيء معين مثل الاسم المعرف بأل المعلم، أو أسماء العلم مثل زايد ودبي. أيضاً يعرف الاسم عند اتصال ضمير به مثل كتابي أو كتابه. الأسماء المعرفة تختلف عن النكرة بأنها لا تنتهي بتنوين، وإنما بفتح أو ضم أو كسر عند الفرد والنون في المثنى والجمع. وكيف لي أن أعرف المضاف إليه وأميزه؟ يكون قبله اسم نكرة غير منون، ويأتي ليوضح هذا الاسم بدليل أنه لن يفهم هذا الاسم بدون ذكره، وهو دائما اسم مجرور. مثلا في الجملة التالية: زرت متحفا. أي متحف زرت؟ لا نعلم، لكن لو قلنا زرت متحف اللوفر نعلم الآن أي متحف هذا الذي نتحدث عنه. وماذا عن إعراب التركيب الإضافي؟ يعرب المضاف بحسب موقعه، فقد يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، ويذكر في آخر الإعراب وهو مضاف. المضاف في المثال السابق هو متحف، ونقول في إعرابه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. أما المضاف إليه يكون دائماً مجروراً بعلامة جر مناسبة حسب نوعه، مفرد أو مثنى أو جمع. والمضاف إليه في المثال السابق هو اللوفر، ونقول في إعرابه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هل ممكن أن تعطينا مثالاً يكون فيه المضاف إليه نكرة؟ في هذه الحالة يمكن استخدام المثال التالي: ركب المصاب سيارة إسعاف. سيارة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إسعاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وماذا يحدث لنون المثنى وجمع المذكر السالم عند الإضافة؟ يأتي الاسم إما منونا في حالة المفرد أو جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم، وإما منتهيا بنون في حالات المثنى وجمع المذكر السالم. وعند الإضافة يحذف التنوين من المفرد أو جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم، وتحذف النون من المثنى وجمع المذكر السالم. فمثلا نقول: هؤلاء معلمو المدرسة. معلمو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، المدرسة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.
وقد يأتي المضاف إليه أحياناً على شكل ضمير جر متصل. نا المتكلمين، ها الغائب، يا المتكلم، كاف الخطاب، كاف الخطاب. فعندما نقول التقيت بصديق نتساءل من هو، لكن عندما نقول التقيت بصديقي نكون قد وضحنا ذلك بإضافة الضمير الياء. وعند إعراب هذه الجملة تكون بصديقي الباء حرف جر، صديق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وماذا إذا كانت الجملة تحتوي على ظرف؟ يجب التنويه أيضا إلى أن هنالك بعض الكلمات التي دوما ما يليها مضاف إليه، فمثلا كل اسم يأتي بعد ظرف من ظروف الزمان أو المكان يعرب مضافا إليه. هنالك أيضا بعض الكلمات الأخرى التي يتبعها مضاف إليه، مثل كل، بعض، جميع، معظم، غير، سوى، ذو، كلا، كلتا، لدى، لدن. وفي النهاية يجب التأكيد على أنه لا يأتي المضاف إليه بعد فعل أو حرف أو إن وأخواتها أو كان وأخواتها أو اسم معرف بأل أو اسم منون. أتمنى أن أكون قد أجبت السؤال بشكل جيد وأن يكون التركيب الإضافي قد أصبح واضحا للجميع. أنا متأكد من ذلك، شكرا لك يا أبا الحلول على هذا الشرح، وربما نجيب عن سؤال آخر في مرة قادمة. بالطبع، ذلك من دواعي سروري. نتمنى أن تشاركونا أسئلتكم التي تودون أن تطرحوها على أبي الحلول في التعليقات، وسنحاول أن نجيب على أكبر قدر ممكن. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء. التلخيص: الاسم النكرة هو اسم يدل على شيء غير معين. الاسم المعرفة هو ما دل على شيء معين. الاسم المعرب بأل، أسماء العلم، اتصال ضمير. الإضافة هي علاقة أي نسبة بين اسمين، الاسم الأول المضاف ويكون اسم نكرة، والثاني المضاف إليه ويكون اسم نكرة أو معرفة. عند الإضافة يوضح الثاني معنى الأول إن أتى معرفة، أو يخصصه إن أتى نكرة. يحذف التنوين من المضاف المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وتحذف النون من المثنى وجمع المذكر السالم عند إضافة اسم إليه. يعرب المضاف حسب موقعه من الجملة. المضاف إليه يأتي دائماً مجروراً، كل ضمير اتصل باسم ظاهر هو مضاف إليه، كل اسم بعد الظروف هو مضاف إليه. لا يأتي المضاف إليه بعد فعل أو حرف أو إن وأخواتها أو كان وأخواتها أو اسم معرف بأل أو اسم منون.